أصبح نابليون أكثر الشخصيات شعبية بباريس بعد انتصاره الساحق في حملة إيطاليا. عام 1797 أقنع حكومة المديرين اللي كانت بتحكم فرنسا في الوقت ده بعد قيام الثورة الفرنسية بالموافقة على مهاجمة مصالح بريطانيا في الشرق والبحر المتوسط، وكانت أول خطوات هي مهاجمة مصر، لأنها كانت تعتبر المعبر الرئيسي للتجارة البريطانية من مستعمراتها اللي موجودة في الشرق الأقصى والهند، مما يضر باكتساب بريطانيا بشكل كبير ويدفعها أن يتوقع معاهدة سلام، لأنها الدولة الوحيدة اللي بقيت في حالة حرب مع فرنسا بعد انتهاء حرب التحالف الأول. نابليون أبحر من جنوب فرنسا في مايو 1798 مع ما يقرب من 40,000 جندي. وصل في بداية شهر يوليو للأسكندرية واستطاع السيطرة عليها سريعا، ومن بعدها اتجه إلى القاهرة. فبدأ المماليك بتنظيم أنفسهم لمقاتلة الفرنسيين تحت قيادة إبراهيم بيك ومراد بيك. دار اشتباك محدود بين طلائع الجيشين، والكلام ده حصل في شبرا، وبعدها انسحب المماليك لحد الجيزة، وهناك التقى الجيشين فيما عرف لاحقا بمعركة الأهرامات. استطاع نابليون هزيمة المماليك هزيمة ساحقة وإجبرهم على الهروب لجنوب مصر. طرد نابليون ما تبقى منه في جنوب مصر، وبعدها توجه إلى الشام، لكن بعد فشل حصار عكا قرر عودة لفرنسا مرة أخرى، وقام بالسيطرة على الحكومة وأسس ما عرف لاحقا باسم حكومة المستشارين، وعين هو المستشار الأول لهذه الحكومة. نابليون ترك جنرال كليبر لتولي أمور بمصر، واللي اتقتل بعدها فترة مش بطويلة على إيد سليمان الحلبي، وخلفه جنرال مينيو اللي بدأ بتشكيل بعض القوات المحلية واللي تكونت من إنكشاريين سوريين ومماليك من مصر، وكل ده من أجل محاربة العثمانيين والمتمردين، بجانب أيضا المقاومة الشعبية المصرية اللي كانت شرسة جدا في الوقت ده. بدأت تتأزم أوضاع الفرنسيين وتم إجبارهم على إخلاء قواتهم من مصر في العام 1801. وصل نابليون أخبار وصول قوات المماليك بميناء مارسيليا. أرسل جان راب للعمل على تشكيل فصيلتين، كل فصيلة مكونة من 250 فرد، لكن عند وصوله وجد أن جزء كبير منهم كبير في السن أو غير مستعد للمشاركة في الجيش الفرنسي. فانتهى الأمر في منتصف العام 1802 بتشكيل سرية واحدة مكونة من 150 جندي بقيادة ضباط فرنسيين ستكون لهم مسؤولية التدريب والإدارة والمحافظة على الانضباط، وضباط الصف هيكونوا من المماليك أنفسهم. مع نهاية العام 1803 ومع إعادة تنظيم الجيش، تم إلحاق السرية بفوج الخيالة الخفيفة للحرس المستشار نابليون، وهو الفوج المخصص لمصاحبة نابليون في حملاته الحربية. في منتصف العام 1804 بعد تسمية نابليون إمبراطورا لفرنسا، تم تغيير اسم الفوج لفوج الخيال الخفيفة للحرس الإمبراطور. لن نستطيع الحديث عن مماليك نابليون دون الحديث عن أزيائهم الخاصة، وخاصة أن الحروب النابليونية تميزت بالأزياء العسكرية المبهرجة. نابليون أمر بتخصيص زيادة في ميزانية سرية المماليك بالتحديد من أجل الأزياء بتاعتهم اللي كانت بتتكلف أكتر من تكاليف الأزياء بتاعة الجندي العادي، وده حرصا منه على المحافظة على الطابع الشرقي للمماليك، كما أنه كمان ألحق خياط بدوام كامل فقط من أجل التأكد من تلبية احتياجاتهم من أزيائهم العسكرية. كان هناك أيضا صانع سروج خاص ليهم من أجل صناعة السروج المميزة اللي كان بتتميز بيها المماليك، واللي هي أيضا كان ليها طابع شرقي مميز. والأهم من ده وده كمان علشان تتناسب مع ترسانة الأسلحة اللي كان بيحملها الجندي المملوكي. الجندي المملوكي كان بيحمل معاه دايما صولجان وفأس، وهما في الغالب كانوا بيستخدموا في الاستعراضات. أيضا كان موجود معاه سلاح بيسمى بالبلندر باص، وهي كانت بندقية قصيرة السبطانة وذات عيار كبير. أيضا كمان كان بيبقى معاه حاجة اسمها كارباين. الكارباين كانت بندقية قصيرة السبطانة
لكن العيار بتاعها أقل من البلندر باص. كان بيكون معاه 4 مسدسات بجواربهم والأحزمة الخاصة بيهم، كمان بيكون معاه خنجر غير السيفين المعقوفين اللي كانوا بيتميزوا بيهم المماليك في هذا الوقت. كل سابق ذكره تم تصميمه لتتناسب مع الأزياء والطابع الشرقي اللي موجود عند المماليك. مماليك نابليون بدأت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، ومع تزايد أعدادهم تزايدت الخلفيات العرقية اللي هم جايين منها. فعلى سبيل المثال كان يوجد عرقيات عربية، كان في من مصر، كان في من سوريا والجزائر والسودان، عرقيات غير عربية على سبيل المثال زي الجورجيين والألبانيين والهنغاريين. وفي بداية العام 1809 أصبح الفرنسيين لهم الحق أيضا في التقدم للانضمام للسرايا المماليك، والتي تم إعادة تنظيمها في نفس العام مع ازدياد الأعداد، وتم تقسيمها إلى سريتين بدلا من سرية واحدة. سرية منهم تابعة للحرس القديم أو زي ما بيسموه الأولد جارد، والأخرى من المنتسبين الجدد التابعة للحرس الصغير أو اليونج جارد. أول مشاركة فعالة كانت لهم في حرب التحالف الثالث، خاصة في معركة أوسترليتز اللي تقدروا تتفرجوا عليها من الرابط اللي هيظهر فوق ده، حيث استطاعت الخيالة الخفيفة للحرس الإمبراطوري اللي كان من ضمنها المماليك بالهجوم على الخيالة الثقيلة للحرس الإمبراطوري الروسي وقتل وأسر أعداد كبيرة جدا منهم وإنقاذ قلب الجيش الفرنسي. بعد معركة أوسترليتز نابليون كرم المماليك بأنه منحهم راية النصر الإمبراطوري، وده كان يعتبر شرف كبير لأي وحدة في الجيش الفرنسي في الوقت ده. من المشاركات الكبيرة جدا لمماليك نابليون كانت في حرب شبه الجزيرة الأيبيرية عام 1808 تحت قيادة جنرال مراد. بعد دخول مدريد تعمد مراد أن يقوم المماليك بعروض عسكرية بشكل يومي في شوارع المدينة، لمعرفته ان قد ايه ده هيكون مستفز للاسبان الكاثوليك الذين لم يمر اكتر من 300 سنة على طردهم للمسلمين من شبه الجزيرة الايبيرية. وفي مرة تم عمل كمين لخيالة الحرس الخفيف التابعة لها المماليك، حيث انها كان ممنوط بيها انها توقف عمليات الشغب اللي كانت بتتم داخل المدينة. تم عمل كمين ليهم وجرهم لاحدى الشوارع الضيقة خلال المواطنين في المدينة سواء الرجال او النساء، رمي الحجارة وإطلاق النيران عليهم من النوافذ. فوصل الأمر بجر 2 من فرسان المماليك من فوق الخيل بتاعهم وضربهم بشدة، وقام راهب بإطلاق النار عليهم وقتلهم. بعد ما زملائه المماليك شافوا المنظر دوت جنوا جنونهم وقاموا بعمليات قتل شديدة داخل شوارع المدينة، كل ده من أجل الوصول لجثث زملائهم. لم يميزوا بين راجل أو ست، عجوز أو كبير، وبعدها قاموا بتقطيع رؤوسهم ورميها بشوارع المدينة. ظل المماليك يخدمون جيش نابليون حتى عودته من جزيرة ألبا بعد الإطاحة به من العرش في المرة الأولى. ثم بعد معركة ووترلو تم حمل المماليك تماما، قام جزء كبير منهم بالعودة للموطن الأصلي. من تبقى منهم تم استدعاءه مرة أخرى للجيش الفرنسي بعدها ب15 عام، وكانوا من القوات المشاركة في احتلال الجزائر. في النهاية كان المماليك عنصر مهم في الجيش الإمبراطوري، فالتعداد العرقي ميز الجيش الفرنسي وساعده على تطوير التكتيكات المرتبطة بالمهارات الخاصة بكل واحد. ثم أن الحارس الشخصي لنابليون والمؤتمن على حياته رستم رضا كان أحد مماليكه. نابليون رأى أن فروسيتهم وعدم خوفهم من الهجوم في خضم المعركة بشجاعة دون خوف من الموت كان في احتمالية كبيرة ان هي تكون من افضل خيال خفيفة في اوروبا. نتمنى تسيبولنا رأيكم، هل فعلا كانوا المماليك يعتبروا من افضل خيال خفيفة الموجودة في اوروبا في الوقت ده ولا لا؟ شكرا لمشاهدة حلقتنا الخاصة عن مماليك نابليون، سنستمر بهذه السلسلة ان كان هناك الدعم والاهتمام الكافي من المتابعين. ولمزيد من الوثائقيات يرجى الاشتراك بالقناة، والاقتراح الفيديوهات ودعم القناة يرجى زيارة صفحتنا على البتر. كنتم مع فن الحرب، دمتم بخير.